خلينا لما نيجي نتكلم بنقول إيه، وانا ليه افرح ان انا بنت؟ ليه افرح ان انا انثى؟ ليه؟ مين تقول لي؟ اسمك ايه؟ هبه. عندك كام سنه يا هبه؟ جنسيتك ايه؟ سوري. اتفضل. تمام، ممتازه، جبتيها تاني. اختكم بتقول انا افرح ان انا انثى علشان النبي عليه السلام قال وصى على فرع من النساء اسمه الامهات، قال امك ثم امك، من حتى الناس بحسن صاحبتي، قال امك ثم امك ثم ده مع افرح ليه ان انا انثى وافتخر ونطلع من المحاضره دي يا رب لك الحمد ان احنا نساء، لك الحمد ان احنا ايماء لله وهنتعلم معنى ده، ولك الحمد التلات محاور تحفين جدا جدا بحفزكم وبشجعكم اليوم قبل ما احكيهم. افرح ليه ان انا انثى؟ اتفضل. اسمك ايه؟ من الجزائر. عندك كام سنه؟ تمام. في مايك اهو. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا افرح لان الله سبحانه وتعالى كلما خاطب الانثى في القران الكريم قال لا تحزني، كيف احزن يعني؟ الله. انا عندي خطاب من ربنا سبحانه وتعالى. لا احزن. كلي واشربي وقري عينك، صح؟ صح. تمام. مع يا جايزك بتقول. مين تاني تقول؟ افرح لان انا انثى. اتفضل. هات المايك بقى، وصل المايك بسرعه. مها يا ريت ركزي في الكاميرا لان التعاشه بتاعتها، لانه نحن اللي اسمك ايه وعرفيني بيكي؟ انا اسمي عائشه العبد الله من سوريا. تمام. عمري 25. يا اهلا وسهلا. بفرح لاني قلت لانه انا اللي ربي الجيل، انا اللي بيربي الجيل. الله الله على النعمه، تتحمل مسؤوليه. انا ورايا جيل بربيه يا جماعه، مش قاعده كده. جميل. يوم نركزي في الهدايا بس. تفضل. ها قول. معكم سارة من الجزائر. أفرح كوني أنثى في قصة السيدة مريم عليها السلام، لما والدتها قالت في الخطاب القرآني ربي إني وضعتها أنثى، فقال الله عز وجل الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. تشريفا. تشريفا. الله. الله عز وجل شرفنا. معنى طيب وجميل. الله يفتح عليك. ها هات المايك. انت عايزه تقولي صح؟ خلونا في الصف الاول. تعالي 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 في الصف الاول. هاتي قولي وعرفيني بنفسك. يلا قولي. السلام عليكم. انا ايمان نبيل. عندي 21 سنه. انا دلوقتي في حاجه دايما بتيجي في بالي وبتبسط قوي ونفسي ان ربنا يرزقني بالرزق ده ان شاء الله في ميعاده، وهو انه ربنا كرمنا بان هو خلى الحياه بتبدا مننا. يعني احنا لما بنلد الاطفال احنا الحياه بتبدا من جوانا، وبعدين بتستمر بشكل كويس او مش كويس بالحاجه اللي احنا بنعملها برضو. فاحنا اللي بنزرع الثمره اللي لما تكبر بعدين يا اما هتكون ثمره طيبه يا اما ثمره خبيثه. فهو زي ما الاخت قالت الجيل متوقف علينا، وزي ما في استاذ من الاساتذه اللي كانوا موجودين امبارح بيقول لن تقرا الامه ان لم تقرا الانثى. ممتاز. فانت فرحانه ان في جيل وانت البدايه. انا بقى عايزه اسالك على حاجه انت قلتيها، بتقول ان شاء الله ده وقته، ايه في حاجه جايه في السكه ولا ايه؟ لا مش عريس كمان يعني ربنا يحسن. لا انا بقول ان شاء الله في وقته. في وقته. في وقته. انا بحسب ده وقته. في وقته. ربنا يبارك فيك يا طيب. اعطي المايك للصف الثاني هنا. ايناس من الجزائر. اهلا وسهلا. افرح لأنني أنثى لأن رسول لأننا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليك. صلى الله عليه وسلم. الحمد القوارير. واحنا القوارير. مين تاني هنا قول؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلود من الجزائر، 26 سنة. يعني أكمل فكرة الأخت إيناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال رزقا بالقوارير، إذا كنا في بيت أهلنا، وإذا تزوجت الأنثى يعني تكون تحت جناح زوجها. إذا أطاعت زوجها دخلت الجنة، وإذا كانت أم الجنة تحت أقدام الأمهات. فإحنا في كل المراحل إحنا داخلين جنة. إحنا رايحين داخلين جنة. طب تمام، نشوف في حد جنبك. طب هاتوا الاثنين اللي جنبك وبعدين ناخده منك. يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام. تمام. أفرح كوني أنثى من الخلود القرآن نصف صورة النساء، يعني بحب صورة النساء
كل احكامنا موجوده احكام الزواج يعني ما لم في شيء ما ذكرش خاص بينا كله مذكور خاص بينا يعني ما فيش مذكور باسم الرجال بالعكس ده كل احكامنا موجوده كل يعني الفضائل والتكريم اللي ربنا كرمنا فيه الله يبارك فيك شكرا لك انا خضراء من جيبوتي الفكرة اللي غلطها كنت بدي أقولها أيضا سورة مريم ما في سورة غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت اسم رجل صحيح هذا أول وثاني شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله فيعني نصب الخيرية للرجل اللي يكون خير لأهله الله يفتح عليك شكرا لك تمام خلينا قولي ونختم بيكي بقى تمام أهي صف رقم 2 وصل السلام السلام عليكم انا نسيبة من مصر افرح كوني انثى لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان من كانت له ثلاث بنات فاحسن تربيتهن وحملهن ويعني كنا له كالجنة يعني وجاء من الله وجبت له الجنه بنات لكن له وجاء من الله قالوا او لسنتين يا رسول الله قال او لسنتين روى الحديث قال والله لو قال الواحده لا كان النبي صلى الله عليه وسلم احنا وجاء اللي يعتني بيه يعني احنا رزق للاهل نفسهم كمان الله الله عليك طيب خلينا في معنى جديد طيب جديد طب يلا بينا حد يوصل المايك انا هقولها من هنا انا هقولها افترض ده نصار يا اهلا وسهلا وبين الميكروفون يعني هو معنى كده لطيف وخفيف وبسيط خالص ان احنا دايما مدللين يعني بيت اهالينا وبابا دايما مدللنا وبيت جوزنا دايما مدللنا فانا دايما مدلله ما قصدش ليا تزرع انت تزرع السوق يدلل انت متفائله متفائله يلا بينا متفائله عندي أنا أمامة قاسم من فلسطين يا هلا هذا أول شغلة وآخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستوصي بالنساء خير يعني حتى الرسول عند وفاته كان يذكرها الله عليك هاي أول شغلة بفرح إنه أنا أنثى فيها أنثى الحمد لله والشغلة الثانية إنه القوامة للرجال هي هذا تكريم إلنا وتشريف لإلنا الله عليك عشان إحنا يعني زي ما قالت نبقى مدللين يعني احنا مش محتاجين احنا بنشتغل واحنا بنتعب ونجتهد كتير عشان نجيب الفلوس صحيح نعم مدللين وليست المراه طالبه بالانفاق تمام خلينا اخر شغله اخر شغله يلا السلام عليكم وعليكم السلام انا من سوريا اضافه اللي حابه اضيفها باعتقادي ان النساء هن الجنود الذين خلف الكواليس الرجال سواء الأزواج أو الأبناء هم يصدرون للساحات لكن من يقوم بتصدير هؤلاء للساحات؟ يصنعهم بالضبط هم النساء فالنساء هم يعني قائدات الخفيات باعتقادي صحيح الله يفتح عليكم وجزاكم الله خيرا معاني طيبة وجميلة ما شاء الله تستحق يعني